الاحداث المؤخرين في جامعة الجامعه سي حسام السلمي وسي هشام. نشكر الناس ديال البصمه اللي تاحوا لنا الفرصه اللي ما كايناش تقريبا في المغرب كامل. كان تيست في جديده ودابا الدوره الثانيه اللي تيست الحمد لله في الاسفي، وهذه بادره طيبه جدا ونحن يعني فخورون بهذه البادره اللي تقدموا بها الناس ديال العصبه اللي تقال عندها. وهذا من شأنه انه يطور كرة القدم يعني داخل الصالات في الجهة ديال الدكالة عبدة، ويخلينا اننا نوصلوا ان شاء الله لمستويات متقدمة. بالنسبة للدور التكويني يتمر الان في ظروف جد جيدة، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية يعني النظرية، يعني ناخذ دروس نظرية من الناس المؤطرين، دروس نظرية جيدة جدا، ونقوم بدروس تطبيقية يعني في الملعب، ويعني نستفيد جيدا من سواء الدروس النظرية أو الدروس يعني التطبيقية. كذلك نشكر الجامعة الملكية المغربية على يعني الرغبة ديالها في تطوير كرة القدم بصفة عامة وكرة القدم داخل الصالة. الحمد لله التحقت بالمجموعة هنا من أجل الاستفادة من الدورة التكوينية الحمد لله اللي كان شطر ديالها الأول في المدينة الجديدة تحت لواء عصبة دكا العبدة، اللي ربما لظروف طبعا التقسيم الجوي الجديد وتحت الإشراف الأطر من خيار الأطر طبعا اللي كاينة اللي حاليا في المستوى اللي تكلمنا على الأخ حسام والأخ هشام وكذلك الأخ نبيل، اللي صراحة خدينا طورنا المستوى يوم بعد يوم يوم بعد يوم. كتلقى نفسك امام واحد تركيبه تقنيه 100%. الحمد لله حنا ورحنا الحمد لله راه كمؤطرين مستقبليين عندنا مشينا الحمد لله دينا معنا واحد الباكاج اللي نقدروا نخدموا مع وليدات الحمد لله، ولما لا انشاء مدارس خاصه كرة القدم داخل القاعه وتمشي في تطوير الكره طبعا وفي التوجه ديال الجامعه اللي مشهوره بدورها على هذا. طبعا حنا الحمد لله بعد الاستفاده من هذه الدوره التكوينيه وهذا الدبلوم هذا غيفتح لنا طريق كبيره واننا نفتحوا افاق اخرى بالنسبه لكره القدم داخل القاعه وتطويرها والمساهمه في التطوير ديالها. الدوره الحمد لله عرفات كذلك مشاركه عنصر نسبي الحمد لله اللي اتت لنا فضاء ديالنا واللي عطى واحد الاشعاع كبير بالنسبه لهذا كيمثل باننا لا فرق ما بين العنصر النسوي والعنصر الذكوري. الحمد لله كنتمنى تكون المنافسه مباراة المستقبل مع الاصدقاء ديالنا، كل واحد عنده فريق ديالو ونشوفوا كرة القدم داخل القاعة في مستوى عالي ونزيدوا مازال ان شاء الله تعالى. حنا طامحين اننا نستافدوا اكثر في الدورات التكوينية. حنا شفنا هذه المرة اللي في الان نتمنى ان نشوفوا الدورة الثانية في السي ونمشيو ان شاء الله للبعيد ونحملوا المشعل ونكونوا طبعا خير سفراء بالمناسبة. ربما نذكر بانه جينا حنا ربما نقول لي صراحة حد جينا في واحد لا ترونزيسيون ديال العصبة والمسؤولين ديالها، مي لقينا الناس اللي لابد نشكرهم السي محمد وسي الكاتب العام، لأنه مالغري مجموعة الحوايج حاولنا نمشيو بالليل اللي كاين والحمد لله كانت واحد لافونتونس بيننا وبين لي كونديدا، واللي زاد شجعنا هو الدورة الأولى اللي دارت بجديدة وكانت اون بروميير، لما لا حتى هي تكون في اسفي باش تكون واحد ترومبلان ديال تطوير كرة القدم داخل القاعة المغرب، وبالتالي انتشار اللعبة في جميع أنحاء المملكة، وما غتطور إلا بلا فورماسيون اللي محتاجين لها مجموعة ديال الأطر، وكان الحضور تميز مجموعة ديال الأسماء سواء اللي مارست كرة القدم على الصعيد الوطني والدولي. اللي يلعب في تشاينا، كاين يلعب في سنغافور، كاين اللي يلعب في ماليكيب ناسيونال، كانت فئه واحده اخرى اللي اسيدي التربيه البدنيه، كاين اللي الناس عندهم مسؤوليات ومارسوا سواء في جمعيات وكذلك في العصب. اذا هذا المزيج هذا كان عطانا واحد الكوكتيل اللي ممتاز. وبالنسبه للبدايه ديالنا سيتا ديال بانت واحد لا بروغريسيون كبيره في التعلم ديال لو بارطاج ديال هاد لو سافوار اللي حنا كنحاولوا نعطيوه للمجموعه ديال لي كونديدور. الوغ انا جو دي برافو
عده دكاله سواء في جديده وكذلك مسيره موفقه للاسفي. وشكرا لجميع لي كونديدا باسكو بينوا على واحد استجابه واحد الروح ديال التعلم اللي كنقولوا برافو ومزيدا من واحد العمل باش يمشيو بالفوتسال ان شاء الله الى هنا. شكرا.